مساء الخير مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من جماعة حيثياديين إقليم الخميسات، والتي اهتزت على روع جريمة قتل من لم يشهدها المنطقة مثيل من قبل، أنه الابن الأخت يقتل خاله بسبب، حسب ما سمعنا وما ورد لحدود الساعة، أنه السبب كان هو بسبب الأرض أو بسبب الرعي، أنه تخلي البلاد ديالو، وهذا الشيء اللي سمعنا من بعض المصادر هنا. وكيحضر معنا واحد من أبناء المنطقة، ابن منطقة أيتيادين، وهد الجريمة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، واللي كان مسرح جريمتها بجماعة قنزرة بأحد دواوير هناك. نحن الآن مع ابن أيتيادين اللي غادي يقربنا من ما يعني تنويرا للرأي العام ما وقع بالضبط بهذه المنطقة، هذه الجريمة بالضبط. هناك تفاصيل مروعة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. مرحبا بك معنا السي أحمد على المباشر على قناة شوف تي في. شكرا، مرحبا بك جنة أستاذ. أولا يعني تنشكر قناة شوف تي في اللي جات لأيتيادين على أساس أنه باش تنور الرأي العام على هذه الجريمة اللي عرفتها جماعة أيتيادين، أو بالأحرى يعني جماعة قنزرة تابعة ترابيا لمركزية الدرك الملكي. المهم أنا يعني كابن المنطقة يعني على حسب ما وصلنا يعني من الأخبار، أن كان هنا يعني واحد النزاع ما بين سميتو هاد العائلة اللي هو يعني الخال وابن الأخت، كان نزاع قديم وكان شكاية يعني قديمة تقريبا أكثر من شهر بيناتهم يعني لدى الدرك الملكي. ولكن البارح يعني تفاجئنا أن الجريمة وقعت يوم أمس، الجريمة بأن وقعت من بعد ما يعني الخال كان كيرعى يعني في واحد البلاصة اللي متنازع عليها، وحسب يعني ما ورد يعني إلى علمنا أن ابن الأخت يعني طلبه يعني بمغادرة يعني مكان الرعي، ولكن الخال أبى وبالحرف قال لي اودي الا كنتي راجل يعني اجي عندي. هذا الشيء اللي حنا يعني كنسمعوه. وفاش نزل عنده يعني حسب التصريح او مثلا حسب ما يروج يعني في, 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 في المنطقه، ان الخال ضرب هذاك ابن الاخت، والغريب في الامر ضربه بحجره. والغريب في الامر هو ان ابن الاخت يعني شاف واحد الشاقور يعني محطوط في الارض، ومشى يعني هزو وبدا ضرب خالو. فاش ضربوا رجليه ومن تما نهال عليه الضرب. وحسب يعني بعد الاخبار تيقولوا بان راه ضربوا قطع عليه يديه والله اعلم. والغريب في الامر هو ان يعني هاد التطاحنات وهاد الاحتقان هو كان قبل. من بعد يعني ما وقعت الجريمه جاء الابن ديال هذاك الخال جاء للدرك الملكي وعلم الدرك الملكي. ومن هنا كنحيي يعني قائد المركزيه ديال الدرك الملكي ديال أيتيادين والعناصر يعني الدركيين اللي موجودين هنا في أيتيادين، ان انتقلوا لعين المكان واعتقلوا هذاك الجاني. دابا راه كاين ما كاينش جوج خوت؟ لا كاين، لا ما حضرتها. وحتى يقولوا الان انهم زوج خوت قتلوا الخال ديالهم. لا، ان حسب المعلومات يعني اللي كتروج وحسب الاخبار اللي كتروج، هو ان اللي قتل هو هذاك السيد اللي هبط عنده بوحده. اما الاخرين فهم راهم تعتقلوا دابا، حتى هما تعتقل الاخ ديالو والاب ديالو. والاسباب هو ان تعتقلوا حيت ما بلغوش يعني باسباب الجريمه، بحال قلتي يعني داروا التستر على الجريمه، هادشي باش تعتقلوا هما. اما الجاني فهو راه تعتقل وراه اعترف يعني بما نسب اليه. وهذا الشيء اللي كان يعني هذا الشيء اللي وقع من اجل تنوير الراي العام، باش ما يقولوش يعني بان راه يعني كانوا تحاموا عليه ثلاثه ولا راه غير واحد. وهذا الشيء اللي وقع، وكيقولوا انه يعني قطع عليه يديه بجوج ورجليه بجوج. وهذه ما عنديش شي معلومه يعني دقيقه. الحاجه وحده اللي سمعت هو ان قال لك راه ضربوا، قال لك رجليه هرسوا من رجليه، قال لك وضربوا بالشاقور بالشاقور، قال لك وضربوا قال لك يديه. هذا الشيء اللي سمعناه يعني قطع عليه يده.
قال لك يدو شيف تقريبا تقطعات، قال لك بقات شاده غير واحد العصبات ما هي اللي شاده لي يد. هادشي اللي ويعني فضل الله اخي يعني يعني وهاد المنطقه كنعرفوا انه ابناء القبيله الواحده اولاد العائله، يعني واش توصل لدرجه انه القتل ونوصلوا لهذا المستوى؟ وهذا هو الاشكال اللي كاين، هو ان يعني راه كاين غياب الوعي وغياب يعني بحملات تحسيسيه ديال انويه وحتى المجتمع المدني، يعني تنحمل ليه المسؤوليه ما كيديرش حملات تحسيسيه انه باش يكون واحد الوعي انت الا كان النزاع ولا سميتو ان يلتاجئوا مثلا. هما عندهم شكايه على قبل الارض، ها هي دابا تطورت ولات جريمه القتل. هذا هو الاشكال اللي كاين، وقبل ما يعني باش ما تفوتنيش يعني الفرصه يعني كنجدوا الرحمه على هذا السيد هذا اللي هو فارق الحياه يعني بهذه الطريقه هذه، الله يرحمه ويوسع عليه. واش فارق الحياه سير بلاس ولا تم المستشفى؟ ما عنديش شي معلومه. ما عنديش شي معلومه انه واش فارق الحياه في هذيك اللحظه ولا لا، غير هو دابا راه تيقول لك يعني راه فارق الحياه. والجاني راه اعترف بما نسب اليه. اعترف؟ اعترف بما نسب اليه، ودابا راه تحت الحراسه النظريه، والاب ديالو والاخ ديالو حتى هما تحت الحراسه النظريه، والاسباب هو انه عدم تبليغ الجريمه. ومن هذا المنبر هذا يعني كنحيي الدرك الملكي اللي قاموا يعني بالدور اللي خصهم يقوموا به، هو ان انتقلوا العيل مكان واعتقلوا هذاك السيد اللي قام بهذه الجريمه هذه، وشكرا يعني. سي احمد، يعني وحنا اليوم ضيوف عندكم في اي سيادين، وما كناش كنتمناو نجيو على وقع هاد الجريمه اللي يعني صراحه جريمه ماشي ما غير مقبوله، وخصوصا في يعني الدم مع بعضياته، هادشي ما والفناش يعني نسمعوا ان الخال يضارب مع ولد خاله، وخصوصا كنسمعوا كما قلتي انه كاين يعني كان واحد الرد اللي كان شويه عنف لفظي بعدا بيناتهم كان ديجا. دابا هذا هو الاشكال اللي خصنا يعني نشتغلوا عليه حنا كمجتمع حقوقي ومجتمع مدني، هو اننا نحاولوا نديروا واحد الحملات تحسيسيه باش نوعيوا. واش غنوعيك بانك انت خالي وانا ولد خصك تحترمني وتحترمني؟ نحاول نوعيوا الناس بان راه صله الرحم راه وصى عليها الله عز وجل. وهذا شهر الكريم، وهذا يعني شهر المغفره وشهر يعني الرحمه وشهر يعني العباده، اذن باش توقع هذه الجريمه هذه يعني في واحد المنطقه اللي هي كانت منطقه هي كنعرفوا الناس ديال منطقه الشرفاء. راه هذا الشيء يعني يدمي القلب، وهذا الشيء راه للاسف الشديد يعني راه هذا الشيء ما تيبشرش بالخير. ومن هنا انا كنطالبوا يعني اي واحد يعني عارف النزاع غيكون بحال هذا الشكل هذا مثلا مع شي عائله ولا شي حاجه، يحاول كما كنقولوا يدخل بخيط ابيض. ما كاين ما احسن ان يكون واحد يعني واحد التاخي، واحد التسامح، واحد يعني واحد التنازل على سميتو باش تكون واحد العائله يعني تعيش في واحد الجو ديال سميتو ديال صله الرحم. وشكرا. نبغي نسولك السي احمد قبل ما ننهيو معاك اللقاء ديالنا، واش الدفن ديال السيد واش مشى للطب الشرعي؟ واش يعني هذه تساؤلات للتوضيح يعني باقي ما كاينش الدفن، باقي ما شفنش. ما عنديش هذه المعلومه هذه، ان انا حاجه وحده المعلومه اللي عندي هو ان هذا النزاع هذه يعني ادى للقتل، واللي قتل هو ابن الاخت، واما الاب يعني والاخ ديال القاتل يعني حسب موارد علمنا اننا ذوك الناس ما كانوش حاضرين، ولكن عارفين بان الحقيقه راه كاين واحد القاتل، جريمه قتل وهذا الشيء يعني ما تبلغش به، وهذا الشيء علاش يعني راهم تحت الحراسه النظريه. نعم. شكرا لك سي احمد. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا هو على المباشر من هنا من اي تيادين، نقول لكم يعني وحسب المعلومات الوارده لحدود الساعه ولا زال التحقيق مفتوح لدى مصالح الدرك الملكي هنا بسريه اي تيادين، واللي كتشرف عليه النيابه العامه المختصه من اجل انه تعرف حيثيات وملابسات هذه الجريمه اللي صراحه كما سمعنا الان يعني حتى ابناء المنطقه وابناء اي تيادين كيقول لك انها هنا منطقه ديال الشرفاء، ومنطقه اللي يعني فيها رحنا في البلاد، رحنا في الحياه، رحنا باقي مجموعه ديال القيم اللي باقا ثابته، اللي باقا هنايا. ما يمكنش انه بسبب التراب، بسبب الارض، بسبب انه على قبل الرعي نوضوا نوصلوا لهذه المسائل كامله. نتمنى الرحمه والمغفره للسيد اللي توفى، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتم معنا من هنا من اي تيادين اقليم الخميسات، كان معكم مراسل القناه منير المعطاوي، الى اللقاء وصلوا فيكم بجديد في هذا الموضوع.